وهو الفلوس هو من حقه انه يدور على الاحسن من اول يوم بيمضي عقد مع الاهلي، من حقه يدور العقد اللي جاي مع مين. حلو. ويدور على مستقبله لانه حلو. ده حقه. حلو. لكن برضو انتمائه للنادي الاهلي ده اللي هو عمل عبد الله السعيد. وبعدين الاهلي مش 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 فرد. الاهلي تيم. وبعدين هو نجوميته وصلت. ايه ده؟ هنطلع بقى عشان نشوف. طلع هنا. ايه؟ كم بقيت حد بص يا عم علي، بص بقى اهي هي ده انا قلبي وصف. انت اول ما طلعتي حاجه حمراء خفت يبقى طقم تاني من اللطقم بتاعت عماره يعقوبيان. لا 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 لا، دي الخلاصه. منتخب مصر في الاخر هيلعب في منتخب مصر، بس انا عايزه اقول ان هو استنى بقى ده رقمه. أيوة. لف لف. لا استنى مش هيالك عشان تفضل حمراء قدامك طول الحلقه. استنى اهو. لا ده حمراء منتخب مصر مش الاهلي. ما واحمر اهلي بقى عشان تعرف انه منتخب مصر لبسه احمر زي الاهلي. يا نهار ابيض والله حلو قوي عليا. ده رقمه. ايوه انت وتيشيرت انا خايف يقولوا بيبص على جسمها لو قلت لها شكلك بالتيشيرت ده عامل ازاي. لا لا انا خايف بس هي في رقم ورا فاستاذن الناس مش هاخدش حياهم. لا قومي لا قومي احنا مش هنعيش الموضوع رعب للدرجه. تيشيرت والله تيشيرت عبد الله السعيد منتخب مصر جان قمري هو هيفضل مصري. فاجئتنا بيه في الشنطه. بس انا عايزه اقول لك انا زعلانه انه هو خسر جمهور النادي الاهلي وخسر